ينضم لنا عبر الزوم من رام الله دكتور مراد حرفوش، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. النهاردة حصل تاني اقتحام لقواعد عسكرية لجيش الاحتلال من الحريديم بسبب رفضهم للتجنيد. ماذا حدث بالضبط؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين ولقناتكم الكريمة. باعتقادي منذ اليوم الأول المناقشات الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تجنيد الحريديم، وبدأت تتصاعد هذه الخلافات وخاصة مع هذه الشريحة الحريديم الذين هم يشكلون مين بقى؟ لو 13%. تشرح لنا أكتر من هم الحريديم وإيه حكايتهم وهم عايزين إيه وإيه حجمهم في المجتمع الصهيوني؟ هم يمثلون 13% بالمجتمع الإسرائيلي، هم رواد المدارس الدينية ويمثلون الشريحة اللي يعني التي تعتبر بيت الكبان في الكنيسة الإسرائيلي، ولديهم نواب في الكنيسة الإسرائيلي. هم يأخذون الامتيازات من دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا يعملون شيء سوى الذهاب إلى المدارس الدينية والتعليم، يعني التعلم في المدارس الدينية للتوراة، وبعد يعني الطقوس الدينية التي تتعلق بالصهيونية وبالتوراة وما شابه لذلك. لكن هم يعتبروا حتى بالمفهوم داخل المجتمع الإسرائيلي هم عالة على المجتمع الإسرائيلي، لا يعملون سوى يأخذون من ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتوفر لهم البيوت والمسكن والرواتب الشهرية، ولا يعملون سوى الذهاب إلى المدارس الدينية، وهم منغلقين على حالهم، لا يوجد احتكاك ما بينهم وبين المجتمع، الشرائح الأخرى أو القطاعات الأخرى من المجتمع الإسرائيلي. لا نعم يعملون، لا يعني يعملون بالوظائف الحكومية سواء العسكرية أو المدنية أو ما شابه، سوى أن توفر لهم موازنة ضخمة من دولة الاحتلال ليبقوا في هذا الكيان الذي يعني العدد الكبير منهم نعم ليست أصولهم من إسرائيل، وإنما جاءوا من الخارج، لذلك هم يحملون الجنسيات المختلفة، نعم ويتوفر لهم كافة الامتيازات من أجل البقاء في نعم كخبير في الشؤون الإسرائيلية عايز أعرف من حضرتك تفهمنا هو مين المواطن الإسرائيلي وإيه الرابط بين المواطن الإسرائيلي والكيان الصهيوني؟ أولا يعني الكيان الصهيوني يعني بصفته يعني الصبغة الدينية والسياسية دولة احتلت يعني أراضي فلسطينية للشعب كان موجود، وهم جابوا اليهود من كل أنحاء الأراضي العالم من أجل أن يكونوا في الأراضي الفلسطينية، يحتلوا هذه الأراضي ويكونوا بدل الشعب الأصلي يعني الشعب الفلسطيني. لكن أغلبية من يوجد في دولة الاحتلال الإسرائيلي من اليهود هم جاءوا من كل صقاع الأرض، ولا يوجد لديهم يعني أصل بهذه البلاد، الأب والأم أو الجد والجدة، أما أن يكونوا يعني من الولايات المتحدة أو من بلغاريا أو هنغاريا أو روسيا أو حتى من أثيوبيا ومن العديد من دول العالم، لكن لا يوجد بالأصل يهودي موجود في دولة يعني موجود في الأراضي الفلسطينية إلا الذي كانوا موجودين ما قبل الـ48، وهم نعم يعني يهود كان عدد قليل جدا، وهم لم يكن لهم أي هوية أو كيان سياسي، وإنما كانوا جزء من الحالة السياسية اللي كانت موجودة قبل الـ48. لكن كل هذه الشرائح المتعددة التي ذكرتيها خلال مداخلتك السابقة هم ينطبق عليهم مصطلح الارتزاق، وكلهم موجودين ومثبتين في هذه في الآخر كلهم في مرتزق مش كده؟ بكل تأكيد، نعم لأنهم يعني موجودين هنا من أجل الامتيازات التي نعم توفرها حركة دولة الهجرة الاحتلال. العكسية وصلت لفين؟ هناك مئات الآلاف يعني من الذين هاجروا من 7 أكتوبر إلى نعم هذا اليوم، هناك الهجرة العكسية يعني بالآلاف يوميا، هناك من يخرجون إلى نعم يعني أو يعودون إلى منبتهم الأصلي، طب لا إيه يوجد القطاعات هناك العطلانة في الكيان الصهيوني في الوقت الحالي؟ كل القطاعات الإسرائيلية كل حاجة متعطلة، عطلانة.
السياحة متعطلة، الزراعة متعطلة، البناء نعم متعطل، يعني حتى النقل والمواصلات متعطلة، لا يوجد شيء يعمل في دولة الاحتلال، هناك خسائر بعشرات المليارات في دولة الاحتلال، هناك عجز في الموازنة الإسرائيلية نعم بعشرات المليارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تمام. نتيجة هذه الحرب، هل ونتنياهو يكابر الاغتيالات الأخيرة هل غيرت من حجم التأييد للحكومة الإسرائيلية؟ هل يعني في يعني دلوقتي بيبصوا للحكومة الإسرائيلية بعد الاغتيالات دي إنهم يعني بيعملوا حاجة كويسة يعني، أو يعني إنهم أبطال، ولا إيه اللي حصل بعد الاغتيالات الأخيرة؟ أولا علي أن أذكر وأتحدث من خلال قناتكم أن المجتمع الإسرائيلي جميعه مجتمع فاشل فاش يعشق القتل، مجتمع فاشل يعشق القتل والنهب، وهو ذاهب نحو اليمين واليمين المتطرف، نعم ولا يقبل وقف إطلاق النار، وإنما هو يريد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بمعنى استرداد الأسرى الإسرائيلي لدى المقاومة ثم استئناف القتال واستئناف الحرب. علينا أن تكون هذه عنوان رئيسي ونقطة مركزية الجميع يركز عليها، المجتمع الإسرائيلي جميعه ذاهب نحو التطرف واليمين الفاشي، لكن لا أعتقد أن هذه الاغتيالات التي تمت يعني استطاع نعم نتنياهو أن يحقق نصرا تكتيكيا، بمعنى رفع من رصيده داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن لم يغير في معادلة أن لم يستطع لحد اللحظة تحقيق الأهداف نعم السياسية التي أنها، ولم يستطع استرداد الأسرى الإسرائيليين أو القضاء على المقاومة الفلسطينية أو تحقيق نعم ما هو أهم من هذه، أهم هدف في هذه الحرب هو تهجير الشعب الفلسطيني أو قصر إرادة الشعب نعم الفلسطيني أو المقاومة طيب انت الفلسطينية. شايف لذلك ايه حجم الاستعدادات داخل المجتمع الصهيوني للضربة الإيرانية دلوقتي؟ في حالة من الهلع والقلق المستمر ليل نهار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء على صعيد المواطنين أو على صعيد المؤسسات أو حكومة دولة الاحتلال، لحد هذه اللحظة في حالة من القلق المتزايد يوميا، لأن لحد هذه اللحظة لا تتوفر معلومة في كيفية ومدى الرد الإيراني وكيفية هذا الرد، هل هو سيكون بشكل فرادى بمعنى حزب الله سيبدأ، أو سيكون هناك ردا جماعيا من قبل كل فصائل او محور المقاومه، ولذلك هناك في حاله من التخبط لدى يعني اجهزه الامن الاسرائيليه ولدى الحكومه الاسرائيليه، لذلك هم ذهبوا الى الغرب وذهبوا الى الولايات المتحده من اجل نعم حمايتهم ونجدهم من هذا الرد، وباعتقادي ما تم خلال اليومين السابقين سواء على صعيد الحراك الدبلوماسي والدولي لتخفيف من حدة هذه الضربة، أو إرسال القوات يعني والأساطيل الأمريكية والبريطانية من أجل حماية دولة نعم الاحتلال من هذا من ايه اهم النقط اللي حضرتك توقفت عندها في خطاب حسن نصر الله؟ يعني أولا هو تحدث بشكل قاطع بأن سيكون هناك رد على ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، ولذلك هناك قرارا حاسما وجازما بأن الرد آت لا محالة. نعم والنقطة الأخرى هو تطرق بشكل قد أعتبرها يعني من النقاط الأساسية في تشخيص المجتمع الإسرائيلي، الذي تحدث بأن لا الحكومة الإسرائيلية ولا المجتمع الإسرائيلي يوجد فيه قرار بإعطاء الحقوق الوطنية للشعب نعم الفلسطيني، وكان آخر قرار الكنيسة الإسرائيلي الذي أقر بأن يمنع إقامة الدولة الفلسطينية أو يعترف بالحقوق الوطنية نعم الفلسطينية، بمعنى هناك اعتراض ورفض للقرارات الدولية التي تشير وتنص على إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية. النقطة الأخرى باعتقادي بأن تحدث وبعث رسائل تتعلق في دول الإقليم وتتعلق أيضا في الداخل اللبناني، بمعنى أن تكون هناك وحدة لبنانية في هذه المعركة. نعم أعتقد طبعا. اسمي سيموتريتش قال لك على إسرائيل ألا ترد على خطاب نصر الله بل تغتاله، الراجل على طول قال لك تغتاله. طيب يعني إيه معنى وصول مسيرات حزب الله تحديدا لمدينة نهاريا؟
يعني لدى حزب الله الإمكانيات العسكرية ولدى السلاح الذي يمكن أن يصل إلى العمق الإسرائيلي دون أن تكون هناك اعتراضات من نعم السلاح الجوي الإسرائيلي أو من قبل يعني مقلاع داوود أو يعني القبة الحديدية، بمعنى لدى حزب الله من الإمكانيات للمسيرات، وأعتقد لديه كم أيضا سلاح لاستهداف نعم مواقع استراتيجية في دولة الاحتلال. وباعتقادي قبل 3 أسابيع كان هناك مسيرة تسمى هدهد كشفت الكثير نعم ورصدت الكثير من المواقع الاستراتيجية العسكرية والحيوية في دولة الاحتلال. وإذا من جرت المنطقة خلال الأيام القريبة المنطقة القريبة القادمة إلى حرب ورد من قبل إيران وحزب الله، بعتقد هناك الكثير من الأهداف التي يعني تستخدم في استهدافات إيران أو حزب الله تكون حيوية ومركزية، نعم تتعلق سواء عسكرية أو تتعلق أيضا في مناطق حيوية في دولة في أشكرك هذا شكرا الكيان. جزيلا عبر الزوم، كنت معنا من رام الله دكتور مراد حرفوش الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية.